ردا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية حول الاقتراح الأمريكي بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. وأكد الجانبان أن جهود وسطاتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة. وعلى صعيد متصل، قال مصدر رفيع المستوى في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية إن هناك اتصالات مصرية مكثفة لبحث تطورات موقف الهدنة في ضوء الردود التي تلقتها مصر وقطر بشأن المقترح الأخير. كما أضاف المصدر أن الوفد الأمني يكثف اتصالاته مع الأطراف كافة. أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تدرس الرد الرسمي لحركة حماس على مقترح الهدنة الأخير في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن واشنطن تلقت الرد الذي سلمته حماس لقطر ومصر، وأضاف أنه من المفيد تلقي الرد من حماس، مشيرا إلى أن واشنطن تعكف على تقييمه. والمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف أو تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة عبير العدوي، الكاتبة المتخصصة في الشؤون الدولية. بعد التحية أستاذة عبير، يعني مصر وقطر تتسلمان الرد من حماس بشأن مقترح الهدنة الأخير. لم يتم بعد الإعلان عن موقف حماس، ولكن كان هناك حديث عن مؤشرات إيجابية قبل الرد الرسمي خلال الأيام الأخيرة. تفاصيل أكثر حول المقترح الأمريكي للهدنة وحجم المشاورات الذي دار بشأنه بين الجهات المعنية، وخاصة طبعا مصر وقطر والجانب الأمريكي. أهلا بحضرتك أستاذة دينا، وبعد التحية لمشاهدي دي ام سي. بالفعل تسلمت مصر وقطر رد حركتا حماس والجهاد الإسلامي بشأن الهدنة، وبدأت الحركتين تتحدثان عن فكرة الجدول الزمني، ما يعني جديتهم في التعامل مع المقترح الأمريكي وتقبله بمؤشرات إيجابية وربما الموافقة عليه بشكل يعني أساسي. وهم بيؤكدون على أهمية انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وأهمية الإفراج عن الأسرى، وإطلاق سراح المحتجزين، وعودة المواطنين إلى المنطقة الشمالية، جميع المواطنين وليس فقط النساء والأطفال كما يفرض عليهم الاحتلال الإسرائيلي. الحقيقة أنه حتى الآن ما زال الجانب الإسرائيلي لم يعطي ردا صريحا بشأن هذه الهدنة، على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث دائما وكأنه إسرائيل وافقت على المقترح الصادر عن الولايات المتحدة، وهو مقترح إسرائيلي بالأساس. لكن حتى الآن لا يوجد رد إسرائيلي صريح على الهدنة، بل على العكس، دائما التصريحات القادمة من اليمين المتطرف المتمثل في الحكومة الإسرائيلية يعني أنه لا صفقة ولا يريدون وقف هذه الحرب. إذن أستاذة عبيد، يعني ألا ترين أن الموقف الحالي ينذر ببداية انفراج أم لا؟ الحقيقة أنه ينذر بانفراجة إذا كانت الولايات المتحدة تريد إنهاء هذه الحرب، لكن حتى الآن الولايات المتحدة تتعامل مع حرب غزة وكأنها ورقة انتخابية تخاطب بها الداخل الأمريكي، يعني زيارات بلينكن أو زيارات المسؤولين الأمريكيين إلى منطقة الشرق الأوسط بزعم أنهم يريدون حل القضية ويريدون إنهاء الحرب على غزة، وهم في الحقيقة يمولون إسرائيل بالسلاح. لو كانوا يريدون إنهاء هذه الحرب لأوقفوا تمويل إسرائيل بالسلاح من اليوم الأول، من قبل 8 أشهر. وعلاوة على أن في ضبابية شديدة جدا في التعامل الإسرائيلي مع مقترحات الهدنة، سواء حتى المقترحات القادمة من إسرائيل نفسها أو القادمة من الولايات المتحدة أو المقترحات التي طرحها الوسطاء، وجميعها بتنصب في قضايا أساسية: وقف الحرب، انسحاب جيش الاحتلال، إطلاق سراح المحتجزين وهو ما يريده الشارع الإسرائيلي نفسه. نعم، هذه البنود الرئيسية للهدنة. ولكن لو تطرقنا للموقف الإنساني والوضع الإنساني والإغاثي الكارثي داخل القطاع، كيف يندرج داخل هذه الهدنة أو بنود هذه الهدنة؟
بالأمس كان هناك المؤتمر الذي نظمته مصر وقطر، مصر والأردن بالتعاون مع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية الطارئة للوضع في قطاع غزة. هذا على المستوى الإنساني، لكن حتى قرار مجلس الأمن يتحدث الصادر مؤخرا يتحدث أيضا عن فكرة المساعدات الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية وإلزام إسرائيل بإدخالها، لكن غير ملزم لإسرائيل فيما يتعلق بوقف هذه الحرب. وعدم وقف الحرب يعني استمرار الوضع الكارثي إنسانيا. يعني اليوم نحن نتحدث والصحة الفلسطينية بتحذر من توقف المستشفيات والمراكز الصحفية، لأن محطة الأكسجين الوحيدة في قطاع غزة توقفت، إن الأدوية في الثلاجات تلفت بسبب عدم إدخال السولر لتشغيل المستشفيات. إنه تحقيق الأمم المتحدة نفسه بيثبت ارتكاب جيش الاحتلال وإسرائيل لجرائم ضد الإنسانية خلال عدوانها على قطاع غزة، ولا أحد يوقف هذه الحرب. وتستطيع الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل وقف هذه الحرب عن طريق وقف نعم. وكما ذكرتي أستاذة عبير، يعني استمرار الحرب يعني استمرار هذا الوضع الإنساني والصحي الكارثي. بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل أستاذة عبير العدوي، الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشؤون الدولية، شكرا جزيلا.